رائعة ما شاء الله. احنا الاصل ديالنا من مكناس وساكنين في اوروبا. اول زيارة لطنجة ولا لا؟ عندنا 15 عام هذه وحنا كنجيو. شنو السبب اللي خليكم تزوروا طنجة؟ شنو كيعجبكم في طنجة؟ ايوا الجو ديالها وناسها. فوبا بغوغاردي. زوينين تبارك الله ما شاء الله. وهاد البلاصه حتى هي زوينه. كيعجبني فيها اللومبيونس، الناس ما شاء الله الترحاب وبلا عائليه والاحترام ولو ريسبي ديال كل شيء ما شاء الله. شنو البلايص اخرين اللي زرتيهم في طنجه غير مرقال؟ البحر والمرسى، لا كورنيش، كل شيء كلشي، لا في فيل، اشقار، رميلات، كلشي ما شاء الله، كلشي زوين. مزيان كلشي مزيان تبارك الله. حنا كاع ناويين نجيو نسكنوا هنايا ان شاء الله. اييه بارك الله فيك، شكرا لله يخطيك، بارك الله. كيف كتعرفوا هذا هو المتنفس اللي فيه المسافه الطويله اللي يقدر الانسان يتمشى على خاطرو ويجلس ويرتاح مع الاولاد، يقدروا يجبروا راحتهم. كيف كتعفروا لا في هذا الرصيف ولا في الرصيف اخر، يعني كاين انسان فيه يقدر يجلس على خاطرو، عائلات وبلاصه محترمه يعني امنه. يعني هذه لا بالنسبه للامن فحال هاد البلايص فحال هادو مامنين 100%. يعني واخا نقولوا خرجوا غير من البلايص اللي كنعرفوهم من المغاربه كاملين احياء اللي هادي، ولكن هاد البلايص مامن في الحقيقه. هذا هو اللي كيخلي هذه العائله بكثره تخرج وتجلس بامان. وكيف كتشوفوا الناس مفرشه وعامله كيف كيقولوا القهاوي ديالها والمسس ديالها والمسائل ديالها كامله. يعني هذا كيدل انما على الراحه، الانسان كيجبر راحته في هذه البلايص بحال هادو. حنا جايين من العيون. مرحبا بك. اول زياره؟ لا، ثاني زياره ولا ثالث زياره الحمد لله. شنو اللي كيعجبك طنجه؟ طنجه زينه ما شاء الله. مدينه سياحيه صراحة، مدينة سياحية ومن أزين المدن اللي هي في المغرب الحمد لله. ومشرفين بها اللي غا معاكم ولله الحمد. مرحبا بك طنجة. والله الله يجزيك. عجبك طنجة؟ شنو البلايص اللي سياحية؟ مشينا لعند رميلات، بلاصة زينة وموغازين تبارك الله ما شاء الله. أماكن أخرى وعند بلد المنارة وشقار، والله هذا كم زين تبارك الله. شنو السبب اللي خلاك تجيب وليداتك تجينا هاد البلاصه ديال المرقاله؟ شنو اللي عجبك هاد البلاصه؟ المرقاله الجو ديالها زين، وقلنا حنا نقرحوا شوي ونتبردوا. ايوا شنو نقول لك، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا مولي اللي جيتوا. مرحبا بك، شكرا بزاف. وراه الولد اللي بغيتو يتكلم. بالنسبه لك شنو عجبك طنجه؟ ها؟ شنو اللي عجبك طنجه؟ الجو والسياحه وداك الشيء ولعني. شنو البلايص اللي عجبك بزاف؟ ها؟ البلايص اللي عجبك بزاف؟ بحال الوالد. رميلات، اشقار، المنار، هذا الشيء. شنو عجبك في هاد البلاصه بالضبط؟ شنو عجبك؟ هاد البلاصه هذه شنو اللي عجبك فيها؟ كنجيو كنتبردوا هنايا الهواء وسميتو المناظر الزينه وصافي. بصحتك وراحتك، مرحبا بكم عندنا. تنتم مرحبا عندكم. والله المرحبا. الحمد لله رعاية في المستوى، كيجيو الناس برانيين من الداخل ومن الخارج، وداك الشيء في المستوى، والمكان رائع جدا. وسياحي وممتاز ومأمن بامتياز ومرتاح، وعائلات كيجيو عائلات من جميع المستويات، كيجيو الناس يعني من الخارج بزاف، يعني من الكويت ومن قطر ومن الامارات ومن السعوديه. الناس كيجيو يصوروا هنايا، كيعملوا الانستغرام وكيعملوا الفيسبوك، وكيمشيو ينشروا تما، كيجيو خصيصا
ومرقله خاوه سينكازرا كتجمع العائلات والجو ديالها سينكازرا نادم كاع الحراره في الدار وهذيك جيت تبرد عاود هناك هادشي علاش اخا طنجه كامله فيها الامن فيما مشيت هي بلاصه فيها الامن الحمد لله مرحبا بهم وصافي القهوه اللي طنجه فيها ما يتشاف كاينه رميلات كاينه كاب سبارتيل اشقر عاكرني جديد في الجهه ديال البقاسم شي بحالك عاون الجهه ديال اوتيل فرح منار كاينه بلايص كاين بزاف ماشي بلاصه واحده اخرى والاجواء كتكون مزيونه الدنيا عامره فهمت كتكون يعني عندك عندك علاش تهود فهمت يعني كتكون الدنيا عامره انا ما كنخليو قانت الخاوه الصانيه كايدي كتقيد الترابيع ما كتخلي قانت والله هاي مرحبا باي واحد الخاوه يجي يريح مع راسو الدنيا كل شيء هاني انا مخزن دالع ما كاين اللي يقرب من شي واحد فهمت واحد الحاجه يكون له الوقار والاحترام والساع طنجه كتبغي الاحترام العائلات هذه اما داكشي تنا عارف لا ما نقول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.